يقول: مرت بي منذ بداية حياتي ظروف قاسية وأزمات شديدة متكررة أدت بي في النهاية إلى إصابتي بحالة من ضيق الصدر الشديد تلازمني دائما، ورغم أني أحاول التغلب عليها قدر استطاعتي إلا أنني عند مواجهتي لبعض الخلافات أجد نفسي وبدون وعي أقوم بشق ملابسي وتمزيقها، وقد حدثت هذه الحالة مني قريبا كما حدثت مرتين قبلها أيضا، وبعدها شعرت بالندم الشديد واستعذت بالله كثيرا ودعوت الله المغفرة والصفح وأن يشفيني مما أنا فيه. ومنذ تلك الحادثة وأنا أشعر بحالة دائمة من الخوف والفزع، خاصة وأن سني الآن يقارب 50 سنة، وأطلب من الله حسن الخاتمة، فأرجو التكرم بإلقاء الضوء على هذه المشكلة والحكم الشرعي في من يتصرف مثل هذه التصرفات، وماذا يجب علي عمله حتى يعود الاطمئنان إلى نفسي، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. أما بالنسبة لما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الهموم والأحزان والمضايقات، فهذا شيء يجري به القضاء والقدر على العباد امتحانا لهم. على المؤمن أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط، لأنه لا يصيبه شيء إلا كان خيرا له. إن أصابته سرا وشكر عليها كان خيرا له، وإن أصابته ضرا وصبر عليها كان خيرا له. فالمؤمن بإيمانه لا تحصل منه أشياء تتنافى مع صفات المؤمنين، بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والنصر مع الصبر والفرج قريب. ومن ذا الذي يسلم في هذه الحياة من المكدرات والمنغصات؟ أما بالنسبة لشق الثوب، هذا شيء لا يجوز قطعا، لأنه من أعمال الجاهلية، إن من أعمال الجاهلية شق الجيوب ولطم الخدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يصبر ولا يعمل عملا يعبر عن الجزع والسخط، ولا يقول قولا يعبر عن السخط والجزع من قضاء الله وقدره، بل عليه أن يصبر ويحتسب. فما فعلته من شق ثوبك عدة مرات هذا خطأ وحرام، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل هذا، والله يتوب على من تاب. نعم، بارك الله فيكم.